والله يا أصدقاء أعطيه اللوك 10 من 10 ومجاني بعد. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع ردد أونلاين والأوتفت المجاني. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. يا هلا ومرحبا فيكم في مقطع جديد من اللعبة الأسطورية Red Dead Online. بالمقطع هذا راح نجرب الأوتفيت المجاني طبعا لشخصية البنت، حيوان أسطوري. يا سلام، بس ثعلب صح؟ خلنا ناخذ من عينة. لا 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 لا، وش قاعد يسوي؟ خلنا نعطيه أبو حسن. وقف وقف وقف، لا لا لا، قدر 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 يا كلاب، جيتكم واحد، جيتوني جماعة. تعال والله روز تجلدكم جلد الحين انت وياه. انت هاك هذي وانت هاك هذي، تعال انت باقي. يا سلام يا سلام يا سلام، اسطورة. الحين شنو راح نسوي؟ راح نسوي تجربة ونصيحة اهم من احد المشتركين عندي بالقناة، وكتب لي أكثر من كومنت قال لي أخذ منه عينة وأخذ الحيوان الأسطوري بالكامل ووده للتاجر. فليش ما نسويها؟ بعدها نروح للطقم المجاني، الأوتفت المجاني لشخصية البنت. للأمانة ما أدري شلون شكله، ولا شفت له مقطع ولا شيء. حلو، الحين نروح نشوف ابو حسن وين. ابو حسن خيم عند النهر، تمام. خل نروح نعطيه ونرجع للستروبري، لان الستروبري من المناطق اللي انا ما اجيها اساسا ولا اقعد فيها كثير، لانها منطقه حلوه ولكنها صغيره، فممكن 5 دقائق كثير عليها. يعتقد 5 دقائق بعدها خلاص تطلع من المنطقه هذه، تروح تشوف لك مكان ثاني. وجهة نظري طبعا. الفالنتاين، لا الفالنتاين حلوة. يا ويله، بوريكم شغلة. شوف الستروبري، احس صوتي عالي ليش؟ ما ادري، احس صوتي عالي، ايش الموضوع؟ المهم شوف الستروبري، منطقة يعني صغيرة ولا في مساحة يسار يمين، لا منطقة يعني تعتبر ضيقة صراحة. فنطلع. اوف، كل هذا من النهر. خلينا نروح لابو حسن. بصراحة انا وظيفة الطبيعة انا ما بيجيها الامانة، يعني ابدا ما بيجيها، لان فعلا قثتني كثير، بقطع عنها 10 ايام بعدين افكر اجيها ولا ما اجيها. عقاب والله، كله كراشات ايرور، كراشات ايرور. ولا تنسون السفر المجاني ان شاء الله يكون لي الشهر هذا كله. بس انا استغرب من شيء واحد، استغرب. لا، يلعن ام الغباء يا عيال، يلعن ام الغباء يا اصدقاء. انا ذبحته اساسا، انا ذبحته، شلون اخذ من عينه بس؟ مشوها مشوها لي، يلا مشوها لي، معلش مشوها لي مشوها لي، لان شو كنت بسوي؟ التاجر بعد. يا سلام يا غبيه، تحولت قرد، نطت على الطاوله. خلينا نشوف كم يعبي. يفللها. اوكي، والله اني غبي، عبالي شنو كنت، شنو كنت بسوي؟ في احد الاخوان بالكومنت قدم لي نصيحه، قال لي اخذ منه عينه بعدها اقتله وده للتاجر. بس هل راح يحسب لي جلد اسطوري ولا يحسب لي انه جلد تالف؟ للامانه ما ادري. عموما خلونا نروح للستروبري. الستروبري
إذا أقدر أسافر لها راح يكون شيء حلو، بس ما أتوقع لأنها قريبة. هنحاول السفر مجاني بعد، يا سلام. نروح للستروبري، ما يصير لأنها قريبة فما يصير. عموما نروح لها مشي. شو نسوي؟ عندنا مهمة مونشان جانبية نسحب عليها بعد، لأن هدفنا اليوم هو الأوتفيت المجاني لشخصية البنت، وإن شاء الله يكون حلو. الحين وصلنا للستروبري، راح نروح على طول للستور ونجرب الملابس الجديدة. فبصراحة أنا حبيت أغير شوي كمنطقة، فقلت نجرب الستروبري كونها منطقة يعني حلوة ولكنها كئيبة جدا كئيبة. تقعد فيها تقريبا 5 دقايق تمل وتطلع. خلونا نروح نجرب الاوتفيت المجاني لشخصية البنت. حلو. طبعا انا سويت شرح لتحديث الشهر، بحط لكم الرابط فوق على اليمين. شايفين الايفنتات اللي تطلع اليسار هذه عليها شنو؟ عليها دبل فلوس ودبل اكس بي. يلا نقول بسم الله ونشوف الاوتفيت اذا فيه للهات. الهات 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 موجودة، ليش لا؟ يلا الاوتفيت المجاني راح يكون هذا. حلو حلو، بداية حلوة. بعدها نطلع ونروح نختار الكوت، كون الجو ما يحتاج له الكوت، بس دامنا مجاني ناخذه، لان في مثل يقول شيء ببلاش ربحه واضح. ناخذ الكوت المجاني هذا هو. حلو، يلا نشوف شكله. حلو 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 حلو. اي لون؟ لحد الان خطير، لحد الان بدت خطورة الاوتفيت تبين. للأمانة هذه شغلة انا ما احبها، ما احب البسها. عموما ما يصير بكل الحالات، الحمد لله انه ما يصير. نروح للشيرت طبعا اساسي، نشيل دراعة العجوز. حلو هذا هو. المجاني اي لون؟ اها واضح من ضمن اللي انا شاريهم، واضح من ضمن اللي انا شاريهم. واتوقع ممكن يكون هذا او هذا، هو حديهم صراحه بس ما ادري واحد، فخلنا نختار هذا. هلو، هذا من الاشياء اللي انا اوريدي شاريهم. وللعلم في هم في ملابس تعتبر ليميتد ستوك راح يكون لها مقطع خاص. الليميتد ستوك ما راح نشوفه الحين، شايفينه يسار ما راح نشوفه، راح يكون له مقطع خاص. طبعا هذا هو، بس نروح نشوف الاوتفيت المجاني. حلو الاوتفيت المجاني بالذهب. واو 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 واو، هذا المجاني شايفين؟ يا سلام يا سلام يا سلام، الالوان حبيت. ناخذ المجاني نطلع. طبعا لمسات الباونتي هنتر بدت تبين. حلو حلو، عندنا الليميتد ستوك ما راح اشوفه، راح اخلي له مقطع، مقطع اسطوري للبنت. طبعا الروز هذه معروفة لازم ندلعها. لا 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 لا، ما بيجو ما بيجو ما بيجو. ده بروح للمجاني على طول. حتى الدراعة عليها خصم، والله نايس. حلو، الحين احنا شو نبي؟ احنا تعدينا كل شيء، الحين لازم نروح للبانتس البنطلون. حلو، نروح البنطلون نشوف وين البنطلون المجاني. هذا هو تحت، اللي اسمه كوفيد. كوفيد تذكرنا بأيام. هذا هو يا كوفيد، تذكرنا بأيام ما ودنا ترجع.
نطلع خلينا نشوف اللوك النهائي طبعا، نروح ونختار بعد البوتس. اكيد فيه البوت المجاني يا اصدقاء، راح يكون هذا هو. Folks come in for that all the time. تخيلوا البوت المجاني اللي انا شاريه. وات، خلونا نتأكد، ممكن يكون بالذهب صفر. اها حلو، واضح ان هذا لان انا شاريه اوريدي. حلو تمام، عندي الحين شغلتين انا شاريهم، اللي هو الشوز تكرمون، والشيء الثاني والله ما شنو نسيته. نشوف الجلوفز اذا في شيء، في من الشابس في ليميتد ستوك جديد، راح يكون له مقطع خاص طبعا، مو ليميتد، هو مور اوبشنز، هذا هو، نقدر نشوفه ولا لا؟ اتوقع هذا هو المجاني. هذا او الله يركب عليهم، اتوقع هذا، ماني متاكد اي واحد فيهم. عموما خلينا نركب، نشوف نركب لها. اوف بالذهب، ليش؟ لا يكون في مجاني وانا ما ادري. دقيقة، ما اتوقع في هذا القسم مجاني. حلو، نروح للجلافز. الجلافز في مجاني مثل ما انتم شايفين، بس ما عسى ما يكون اني شاريه من قبل. حلو، مو شاريه، تمام. نروح الحين بعد، توقعون في ربطة؟ والله شكلي طمعت شوي، معلش شكلي طمعت ادور المجان. لا والله في، ليش لا؟ والله هم كريمين وحنا نستاهل، يا سلام. هذا هو، يا سلام يا سلام. بعد هذه يلا كملوا طيبكم. حلو، خلصنا الاوتفيت، بس بركب شيء، بدفع، لازم ادفع شويه حق روز، لان روز تستاهل مثل ما انتم عارفين، فلازم نركب لها اكسسوارات اضافيه من النوعيه هذه، اذا حلوه نشتريها، ليش لا؟ الامانه اللبس حلو، فما ودي اخربه. هذه حلوة ب$9. خلينا نشوف الألوان. يا سلام يا سلام، حلوين. الحين نطلع ونشوف الأوتفيت طبعا، وروز تتمشى غير عن انها موجودة في الستور. لازم نطلع ونشوف الأوتفيت المجاني للأسطورة. الأسطورة المعروفة والمعروف لا يعرف، أسطورة ريد ديد ريدمشن روز. يا سلام، والله لك أسطوري، يعني فيه لمسات الباونتي. بس شنو يبيلنا؟ يبيلنا لازم نغير الحزام ونغير قصة الشعر. فوين نسويهم هذول؟ نسويهم في الفالنتاين. فنطلع نروح للفالنتاين، وللأمانة اللوك يفوز. هاي جايز، بليز افتح لي، افتح الفريق. نروح للفالنتاين نغير تسريحة الشعر ونلبس حزام حلو، وبهذا نكون لبسنا الطقم المجاني. صراحة يفوز، فعلا فعلا يفوز. واتمنى هم تعطوني رايكم، هل يسوى ولا لا؟ وهل الاوتفيت مال الولد نفس مال البنت ولا يختلف؟ كم وصلنا ليفل الحين؟ اي 111. وات، المفروض فاتح لي الاكسسوارات الحزام الجولد.
لان مثل ما انتم عارفين وانا عارف ان روز تستاهل. لازم ندلع ملكه ريدد او نسميها دلوعه ريدد ريدمشن او ريدد اونلاين الاسطوره روز. حلو، الحين نبي نشوف الجولد المذهب. والله الاسود بطل، هذا بطل. والله يا روز تستاهلين، بس خلينا نشوف. هذا حلو، هذا ممكن اخذه. You'll see a few people in town with that too. هذا ممكن اخذه. بس خلونا نشوف الافضل. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا الجولد راح يكون اسطوري. بس ليش الجاكيت راح؟ هذا قوي ها؟ لا هذا حلو. نشتريه وناخذ ال مال السلاح الثاني. Must be something else going on there. يا سلام يا سلام، لا تكفى الباونتي ليفل 10 وما نقدر عليه. يلا تمام تمام، خلونا ناخذ واحد ثاني مشابه له. الاسود حلو، الاسود حلو مطقمه شوي. تمام، بس نوصل ليفل 10 في الباونتي ان شاء الله نرجع ونكمل الحزام الاسطوري. تمام. No thank you sir. خلونا نشوف الاوتفيت الحين على الحزام الجديد. يا سلام، والله شكلها اسطورة ها. اوتفيت يعني رسمي فيه الطابع الباونتي، والله حلو. خلونا نروح نغير تسريحة الشعر. لو تلاحظون الشعر الشيب راكب على اللبس. واو واو يا روز، كم انت اسطوره يا روز. نبي نبدل الشعر حبيبي. الله، بس شلون اعرف اذا كانت لابسه ال... يا سلام والله رهيبه روز ها. هذه شخصية مو طبيعية، هذه شخصية ما هي طبيعية، بس ما بيها الحين. ايش رايكم بهذه؟ احس راح تكون اسطورية على القبعة مالت الباونتي، احس راح تكون حيل اسطورية. اللونج حلو، اخترنا اللونج الحين. الله، هذه هم الباونتي ليفل 10 رهيبة. قصة السايبر بانك. يا سلام يا اخي، قصة كل واحدة تقول انا احلى. والله شوفوا هذه ولا اللونج. اللونج هذه، خلونا نجرب. يلا نجرب هذا ونجرب هذا، ايش رايكم؟ يا حبيبي يا حبيبي، والله شيء رهيب، والله شيء رهيب. لوك اسطوري فعلا، اللوك يا اخوان يفوز. والله يا اصدقاء اعطيه اللوك 10 من 10 ومجاني بعد. يا سلام، فايش رايكم نروح نجيب باونتي على حلاوة اللوك هذا؟ يلا نجيب لنا باونتي عادي، نختار مثلا نختار هذول 4. لا لا ما نبي 4. نجرب، ما يصير صح؟ الأربعة ما يصير، لازم اختار واحد. شنو اللي صار؟ خليت الباونتي الأربعة بالخطأ وقاعد يقولوا لي ابحث 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 تقريبا ربع ساعة، فسحبت عليهم. شوفوا شوفوا ليش ما أدش سيرفر عام، شوفوا الفوضى
شوفوا مسخره. شوف قاعد شوف هذا اقطار. هذا السبب اللي خليني ما ادش سيرفر عام، فخلونا نغير السيرفر ونرجع ثاني مره. الحين غيرت السيرفر، الحين العب استمتع، لا احد يخرب عليك ولا تخرب على احد. خلونا ناخذ هذا، بقول لكم شنو موضوع الاربع اللي كانوا بالنص. خلونا ناخذ هذا. الاربعه شنو موضوعهم؟ رحت لمكان معين، بعد ما وصلت قاعد يقول لي ابحث 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 ابحث. قاعد ابحث تقريبا خمس دقائق او اكثر عن ادله، كل ما احصل دليل يطلع لي دليل ثاني، وكل ما احصل لان طفشت صراحه، قلت لحد متى يعني ابي ابحث، فسحبت عليه. خلونا نروح نشوف هذا وينه. هذا راح يكون في القطار شايفينه، فلازم نسبق له. حلو، لازم نسبق له. فقاعد يقول لي ابحث ابحث ابحث، فقلت يا عمي نروح نغير الباونتي وانتهى الموضوع. هذا باخذه وبسلمه وبشوف كم يعطيني. يعطوني ول 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 يختصر اختصار. روح 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 روح. هو الحين فوقي بالضبط، بس شلون اجيك؟ شلون اجيك؟ حلو 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 حلو. الحين انا بنزل شلون؟ الحين لازم نجلد. شنو هذا هني؟ لا يكون ذيب. الباونتي ممكن هذه صح؟ What do you think doing here? نط نط روز نطي. الله على الاسطورة. الاسطورة دوم اسطورة. روحي روحي يا اسطورة. يا اسطورة الاساطير. ما بيقتل الباونتي. ما بيقتل الباونتي. اح شكلي ضربت الباونتي بالخطا. لا تكفى تكفى. الباونتي شكله المرة. تكفى ما بيقتل الباونتي. اي بس بس خلاص 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 خلاص. صدنا صدنا الباونتي. هذه هذه صح؟ ول 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 ول. وهين هين يا الباونتي ايتها السمراء. لا 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 من وين طلعوا لي هذولا؟ هذولا من وين طلعوا؟ اطلع اطلع انت. تعال تعال. يا السمراء يا السام. لا 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 لا. يا السمراء يا السمراء يا محلى السمر. يا السمراء حيوان اسطوري. لا لا تكفى تكفى. شنو هذا؟ شنو اللي قاعد يحصل؟ شنو اللي قاعد يحصل؟ تخيلوا معاك باونتي وحيوان اسطوري. تخيلوا انتو. وينك يا اسكار؟ شنو الحيوان الاسطوري اللي يكون مفترس؟ والله يا اصدقاء عذيب يا عذيب الاسود. اوف والله عليه. اح فينجر. روز لعن ام الاستهبال يا روز. العن ام الاستهبال يا روز. هذا هو شكله. اوف والله يا اسطوري. والله شكله حلو. وخر الله ياخذك زين.
يا ساتر يا ساتر. ابي الاسطوري، ابي الاسود، ابي الاسود. تكفى. بسرعه بسرعه. لا يهرب، لا يهرب، لا يهرب. ابي الاسود. لو اسحب على الباونتي ما في مشكله. تعالي تعال 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 تعال. والله شكله رهيب. اوه يس يس. والله صدفة، صدفة خير من ألف ميعاد. الباونتي مات. الباونتي ماتت. والله موتة شلب. الذيب يخرب بيته. اسمه أونيكس وولف. شايفيش كبرى يا أخي. والله أسطوري هذا المسكين. سحبوا عليه ربعه. هذا اللي ذبحها. شوفوه هذا اللي ذبح الباونتي. الحين باونتي وهذا شو سوي فيهم؟ اوسكار ما يبي يجي. ليش؟ لا تكفى. قاعد يقول لي ان الخيل ما يجي هني. ولا العربة. يلعن ام النكبة. شايفين شكله؟ يا الله والله رهيب. اسحب على الباونتي حبيبي. يصطفل. الله يصطفل الباونتي. روح ركض. لو اروح للمخيم ركض. بروح اوديه. تدرون وين؟ بوديه للقص طبعا. جا جا الخيل، جا الخيل. يس. تعال يا رمة. تعال يا احمق. انا هني بالسكة القطار. والله يا هي صدفة اسطورية قسم بالله. انا بلشت بخيلي. انا راح عند الباونتي. يلا اروح لارجع له. الحين انا بلشت بالخيل، بلشت بالباونتي والذيب. طبعا الذيب اولى لان اسطوري حلو. وينك يا حبيبي؟ يعني ليش ابي فيه شايله كله؟ خلنا ناخذ السكن بس. لا يطيح لا يطيح. والله ياهو سكن مصيبة. بشوف اذا اقدر اشيل الباونتي معاه ولا لا. ولا يا الباونتي يا هذا. ممكن اقدر اشيل الباونتي. وخر انت وياه. اذا اقدر اشيل الباونتي بسلم الباونتي خلاص. بس انا ما نيت اذبحها صراحة. بس بعود يابا. حلو يا سلام يا سلام. وين سلمها؟ نسلمها قريب. يا سلام هذا شيء اسطوري. روح سلمها على طول. بس الحين شلون اقنعه اني مو انا اللي ذبحتها؟ شلون اقوله والله مو انا اللي ذبحتها، اللي ذبحها الذيب؟ يعني انا كنت بجيبها كنت بجيبها لك حية بس. ما ادري كم راح يعطيني صراحة. اوكي شنو اللي فور يو؟ ذهب عادي صراحة ما هو واو. يلا يلا خروح القص نبيع الذيب. خروح نبيع الذيب ونشوف شكله. اتوقع الذيب هذا ما هو موجود عندي. نروح للقص القص 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 اللي مش رايك بروح لهذا. خروح لهذا. يلا راح يكون روح بعيد. ما بيستخدم الفاست ترافل علشان ما تعلق علي ويروح علي الذيب الاسطوري. خلونا نشوف شكل السكن. شكله راح يكون مجنون. والله ما ادري اذا عندي في شخصية محماس ولا لا. ما ادري ترى ماني متأكد. بس روز اكيد مو عندي. اكسلنت كواليتي.
انا اعطيته بيرفكت. ها لا دقيقة دقيقة، البيرفكت راح يعطيني شيء حلو. خلينا نشوف اول شيء اللبس. واو واو هذا كلهم انا صايدهم بس ما شريتهم. شوفوا يا سلام يا سلام. خلينا نشوف البيرفكت شنو يعطيني. طبعا هذا هو اللي صايده انا اللي ما يعرفه، هذا هو الاسود شكله حيل حلو. نشوف الملابس. هذا بالذهب، انا شاري واحد، شاري اي واحد انا. انا شاري بشخصية محماس، انا اضيع بينهم صراحة. هذا شوفوا يبي ثعلب، ما احب هذا السواف، انا ما احبها صراحة. تمام عندنا بس هذا هو الذيب صراحة حلو، شكله حيل حلو، وانا احب اجمع السكنات صراحة. وبس هني اكون وصلت لنهاية المقطع، وشكرا لكم على المشاهدة، واتمنى تعطوني رايكم في الاوتفيت المجاني. انا اشوفه درب ويفوز، واعطيه 10 من 10. يلا السلام عليكم.